وليه تنبان؟ وليه ليش قاعد على العتم؟ سرب الغالي اجينا الكبير. اهلا بخي الكبير. اهلا خي. قاعد على العتم، راحت الكهرباء الساعة 4، فاجا الموتير تك الدجونتر. وليه العمى بقلبك؟ العمى بقلبك وليه؟ وليه صارت الساعة 7:30 يا حمار؟ وتاكك الساعة 4، يعني إله 3:30 انت قاعد فيهم على العتم؟ شفت يا كبير انا شو بضحي؟ انت بتضحي يا جحش؟ انت بتضحي؟ ليك وليه؟ ما إلك جلادي تنزل تعلي الديجونتير، فهمناها هاي، بس كمان ما إلك جلادي ما بتعرف تتصل بالناطور تقول له يعلي لك ايه؟ والله يا كبير اتصلت بالناطور. ايه وشو قال لك؟ بس اللي الله بيلي بخي مثلك شو بيعمل؟ انا؟ ليش انا شو دخلني؟ شو عامل لك وليه؟ شو عامل لي؟ فليت الصبح حضرتك على الشغل وتركت الاذان عالي، فما كان يعلى ديجونتير الموتير مع الناطور. فاذا بتريد فوت على الاذان تكو، خلي هالديجونتير يعلى ونشوف وجه ربنا بقى. انا بدي تكو يا جحش؟ فشرت على رقبتك، انا فيت على اوضتي نام، انت روح تكو. لوف يو برو. صدقك ولا؟